هذا الملح الصخري يسمى خلات الرصاص، وهو من أملاح الصخرية الطبيعية التي استخدمت منذ القدم، منذ عهد الفراعنة، وكانت معروفة ومشهورة، ولا زال يستخدم حديثا، ويتوفر منه أيضا محاليل جاهزة في الصيدليات. يستخدم خلات الرصاص خارجيا فقط، وفي الغالب على شكل محلول، أي يضاف إليه الماء المقطر أو الماء الذي سبق غليه وتبريده ويذوب، ثم يطبق موضعيا على الجزء المطلوب خارجيا. محلول خلات الرصاص يستخدم في علاج حالات كثيرة، منها المرضى الذين يصيبهم إحمرار شديد أو تورم في أي جزء خارجي من الجسم ناتج عن الالتهابات التي تتسبب فيها بعض الأمراض، والتي قد يعاني معها المريض مثلا من حرقان شديد أو حكة شديدة. خلات الرصاص قابض للأوعية الدموية، لذلك يستخدم لعلاج البواسير ويخفف الآلام الناتجة عنها، كما يساعد على التئام الشروخ الشرجية ويخفف الألم والتهيج. وفي الحالتين يتم استخدامه على شكل غسول موضعي على منطقة الشرج، أو يمكن أن تبلل قطنة أو قطعة شاش بالمحلول وتوضع على موضع الألم 2 إلى 3 مرات في اليوم. أيضا في حالات احتقان الخصيتين يستخدم على شكل كمادات، وفي حالات التهاب النسيج الخلوي. في فيديو سابق أشرت إلى خلات الرصاص، وجاءت الكثير من الاستفسارات حول أماكن بيعه أو أين يتوفر. خلات الرصاص يتوفر في بعض الدول العربية مثل مصر مثلا، يباع في الصيدليات على شكل ملح ثم يضاف له الماء لاحقا ليشكل محلول، لكنه غير متوفر في دول أخرى في الصيدليات. يتوفر أين يتوفر؟ يتوفر في بعض محلات العطارة في شكله الطبيعي، يعني على شكل بلورات أو أحجار هذا الشكل. أخيرا، من الخطأ الشائع أن يقوم البعض باستخدام خلات الرصاص ووضعه على الالتهابات المفتوحة والمعرضة، المعرضة للهواء أو الجروح، لأنه قد يتسبب في زيادة الالتهاب والحرقان أكثر، لأنه هو علاج للتورم والإحمرار وليس للالتهابات المفتوحة. ودمتم سالمين.